الحلقات اللي تصيبك بالامل وبالتفاؤل، تصيبك بالتفاؤل اساس ان التفاؤل ده اصابه يعني، وتخلي الواحد كده في حاله من الفرح يعني. ودي حاله احب ان انا انقلها لكم، ان انا فعلا في حاله من الفرح، ان انا مش بس عشان جلسه في حضره عالم كبير زي الدكتور مجدي يعقوب، لكن ايضا التيم اللي بيشتغل معاه اللي انا سبقوا الحياه اتعرفت عليهم، لكن قد ايه بيدوك انرجي ويدوك طاقه ورؤيه للمستقبل. اسمحوا لي ان انا ارحب يعني بترحاب كبير بالاساتذه والزملاء. اولا الاستاذه انيسه حسونه، مدير التنفيذي لمؤسسه مجدي يعقوب، اهلا بيك يا انيسه. والدكاتره دكتور احمد الجندي طبيب امراض القلب، اهلا بيك يا دكتور، ودكتور احمد عفيفي جراح القلب. خليني ابتدي بيك يا دكتور عفيفي، جراحه القلب مع دكتور مجدي يعقوب شكلها عامل ازاي وبتعمل ايه؟ الحقيقه الجراحة مع دكتور مجدي هي حاجة مختلفة خالص. اتعلمنا منه انه الجراحة ما هياش بس مشرط وغرز وازاي الواحد يشتغل بايده. هو ابروتش العيان كله على بعضه، ازاي نبص على العيان ده، ازاي نحلل مشكلته، ازاي نستكمل كل المعلومات عشان لما نخش الجراحة ما يبقاش فيه اي مفاجآت. بعدين ازاي ندي العيان ده كل حاجة نقدر نديها له اثناء العمليه وكمان بعد العمليه، عشان عيان القلب ده محتاج رعايه خاصه جدا جدا. ازاي الديديكيشن، الواحد يفضل قاعد جنب العيان ده ما يسيبوش، باصص على كل حاجه فيه بكل دقه لغايه لما يعديه لبر الامان. سبيشالي ان 60% تقريبا من مرضاكم من الاطفال زي ما انا فهمت من الدكتور. دي حقيقة. التعامل مع المريض او مع جراحه الطفل يختلف عن جراحه الكبير او الادلت؟ التعامل مع الطفل عموما مختلف طبعا، علشان الشخص الكبير ده الواحد ممكن يتكلم معاه وياخد ويدي معاه، لو هو موجوع ولا حاسس بحاجه هيقول وهيشتكي. الطفل مش بالضروره يبقى له شكوى، تبقى شكوه الام او بيبقى حاجات احنا شايفينها في الطفل بتحصل. فسواء قبل العمليه ان احنا نشخص المرض بيبقى اصعب، او بعد العمليه برضو ان احنا نتابع المرض او التطور بتاع الحاجة اللي احنا عملناها، العملية الجراحية اكيد برضو بيبقى اصعب. دكتور جندي، كطبيب امراض قلب، اولا انت عايش في اسوان معظم وقتك تقريبا خلال الاسبوع، اسرتك معاك ولا اسرتك في القاهرة؟ في القاهرة. وفول تايم يعني انت ده عملك الاساسي؟ ده عملي الوحيد. الوحيد طبعا، ما فيش دكاترة في مصر بيشتغلوا في حتة واحدة مش كده؟ طبعا قليل، ودي ليها علاقة بالمنظومة الطبية في مصر بشكل اوسع، انما يعني if anything دي اضافت لنا كتير جدا. ايه اللي في المركز، وانا كنت قابلت حضرتك قبل كده، انت موجود في المركز من فتره، ايه اللي في المركز مختلف عن المنظومه الطبيه المصريه المعتاده اللي اكيد انت برضو شفتها؟ ان احنا خدنا الفرصه في المركز، ان احنا بما ان كان مركز جديد والعدد اللي كان مشترك فيه في الاول كان عدد نسبيا محدود، وطبعا دي ادت فرصه، وجودنا في اسوان ادت فرصه للدكتور مجدي ان هو يطبق رؤيته من اول دقيقه، وبالتالي تلافينا بعض الحاجات اللي عانينا منها في المنظومه في مصر بسبب الضغوط وبسبب التمويل ويعني اسباب كتيره صعبه حصرها دلوقتي. انما منها ان احنا بقينا مجموعه متواجده باستمرار وبتعمل في مكان واحد على مدار الشهر، وبالتالي كل الدكاتره اهتمامهم منصب على مريض، زي ما عفيفي كان بيقول، من ساعة ما المريض بنشوفه من أول مرة، وسواء جراحة أو قسطرة، وفي المتابعة بعد كده نحن نقدر إن احنا نعرف اللي بيحصل للعيان بالظبط. الباترن اللي موجود الثاني إن هو الدكتور يبقى موجود في حتة يشوف عيان، وبعد كده بعدها بساعتين في مستشفى تانية، وبعدين غالبا الساعتين دول بيقضيهم في الطريق. أيوه. إنما ما يديهوش الفرصة إن هو يقدر يركز على مريض واحد ويقدر إن هو يديله كل حاجة عنده. On the other hand، هي ادتنا فرصة ان احنا نشترك مع بعض بشكل اكبر، وبالتالي الرؤية اللي كان دكتور مجدي بيقولها من اول دقيقة ابتدينا نجني ثمرها، انه باستمرار في تواجد مستمر ما بين دكاترة امراض القلب والجراحين والتخدير ودكاترة العيان المركزة. ده بيخلي بينكم يعني في تطوير في العمل نتيجة العلاقة دي؟
في إضافة بتنعكس على كل واحد في الفريق على مستوى شخصي، لأنه بالطبع التعليم والتدريب بتاع الجراح غير دكتور القلب غير التخدير، كل حد عنده يضيف حاجة بتضيفها للتاني. فإحنا بنتعلم، وأهم من كده إن المعلومات الكلية دي الكولكتيف بنفيت ده بيروح في الآخر العيان، فالعيان بيستفيد مش من فلان أو فلان أو فلان، هو بيستفيد من محصلة معلومات كل الفريق دي. أستاذة أنيسة، كنت بكلم مع دكتور مجدي على التمويل وبقول له أنا عارفة أن التمويل في هذا المركز تعرض لاضطراب في وقت الثورة، لأن كثير من التمويل كان بيجي من رجال أعمال وتوقف، تعثروا، في بعض منهم مسافر، في بعض منهم دخل السجن، يعني في مشاكل كثيرة تعرضوا لها. الآن أنتم محتاجين إيه؟ بصي، احنا اولا انت فاكره اول ما جيتي المركز كان قد ايه؟ انت جيت لنا في الاول بعد ما كان لسه في مستشفى اسوان القديم، يعني كنا لسه بنحاول، وكان العدد والناس كلها بتعمل كل حاجه يعني كتيم كفريق واحد. واحنا فخورين جدا دلوقتي لما تيجي تبصي في اسوان مبنى جديد على اعلى مستوى ومشرق للاطفال بالوانه، يعني الواحد يبص يقول الثلاث سنين دول يعني كان انجاز جامد جدا ان يبقى فيه الفريق ده كله. النقطة ان احنا فخورين اكتر بان اللي خلانا نستمر الثلاث سنين دول هم المصريين، مش اي حد تاني. بصي، مع الصعوبات اللي انت بتقولي عليها وبعد الثورة اللي انت بتقولي على مجتمع الاعمال منطبق، لكن المصريين العاديين اللي روحوا بيروحوا يدفعوا فلوسهم وتبرعاتهم، بتجيلكوا تبرعات صغيرة أنيسة؟ جدا. بصي، في ناس بتيجي لغاية المكتب، يعني الناس طبعا بتدفع في البنوك معظمها، أو بيروحوا يروح لهم مندوب ياخد، لكن أنا بيجيلي ناس في المكتب، واحدة جت من 3 أيام معاها 35 جنيه بتاعت هي واتنين أصحابها، والله لسه ما تشتغلتش، لسه متخرجة. فدي دلالة على إن الرسالة واصلة، وإن الناس ثقتهم في سير مجدي والفريق اللي معاه، إن أنت بتدوري على نقطة مضيئة في البلد، فدول نقطة مضيئة ما لهمش أجندة، ما لهمش غرض غير إن المرضى يخفوا يتعالجوا مجانا لكن على أعلى مستوى ممكن. لكن إحنا بقى محتاجين لإيه؟ محتاجين طول الوقت، لإن إحنا شريان الحياة بتاعنا هو دعم الشعب المصري لينا. إحنا ما عندناش دخل تاني، تبرعات الناس هي من تجعل العمل مستمرا، ولازم نعترف ان الناس دعمتنا السنة دي الحمد لله، الحمد لله، يعني دي ملهاش يعني ترجمة الا مدى ثقة الناس في اللي بيحصل في أسوان. يعني طبعا انا مش محتاجة اكلم الناس في الموضوع ده واقول لهم انه هذا مركز يقوم على تبرعات المصريين، هو يعالج المصريين بالمجان، هو مركز على أعلى مستوى، وأنا الحقيقة شفته بنفسي. لكن الفكرة أنه يقوم على فلوسنا، حاجتنا، لأنه بتاعنا، وبالتالي هو منا إلينا. لا في تبرعات حكومية ولا في فلوس جاية من حتت ما نعرفش منين، هي تبرعات مصريين تذهب إلى قلوب المصريين. مش محتاجة أقول لكم أرجوكم ادعموا هذا المركز، لأننا مش محتاجين كلام كتير. هذا الدعم يذهب إلى قلب أخوك وأختك ومراتك وبنتك وبنت زميلتك والناس اللي في أسوان والناس اللي في الصعيد والناس اللي في بحري والناس اللي في سيناء. كل القلوب دي محتاجة دعم مصري من المصريين إلى المصريين. خلينا معانا اتصالات هاتفية كثيرة، أرجو أننا الوقت نقدر ناخد بعض منها. وفاء من القاهرة، تفضلي يا وفاء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي. حضرتك ازيني معاكي يا فندم؟ تفضلي. أنا بس كان عندي، كنت حابة أكلم دكتور مجدي. ازي حضرتك يا دكتور مجدي؟ أهلا بيك يا فندم. تفضلي يا وفاء. أنا عندي طفل عنده 53 يوم وعنده كذا مشكلة في القلب في صف الشريانين، والشريان الأورطي مش مكتمل وثقبين في القلب. طيب، وهو في الحضانة دلوقتي من بقاله حوالي أكتر من 40 يوم في الحضانة، وهو مشكلة إنه ما ينفعش يخرج بره الحضانة، طبعا مش بيتنفس طبيعي ومش بيرضع، والحضانة دلوقتي بتطلب مني إن أنا أخده، وأنا مش عارفة أعمل إيه طبعا. وكله قال لي ما فيش حد يقدر يعمل لك العملية دي غير الدكتور مجدي، ورحت معهد ناصر ومعهد القلب وبوريش، محدش قدر، مش عارفه اوصل خالص في اي حته. يعني دكتور عفيف يحب يرد ولا دكتور مانسي؟ نعم، في اول حاجه حضرتك قلتيها انفصال في الشريانين ولا التصاق في الشريانين؟ التصاق. التصاق في الشريانين. ترانكس. ترانكس يعني. 53 يوم. طب هتعمل هي ايه البيبي في الحضانه؟ تيجي اصلا. The kid is an incubator. طب هنكمل
بالانكيوبيتر مع اسكندريه. طيب لو نقدر ان حضرتها حضرتك تقدري تبعتي الورق بتاعه على البرنامج هنا؟ ممكن تبعت لنا الورق على البرنامج بكره لو سمحتي، او على ابعتي لي الورق بكره من فضلك يا وفاء، وانا ايميديتلي هبعته للدكاتره. هي الفكره الوحيده مدام وفاء ان احنا عايزين ندور ازاي نوصله لاسوان بطريق امن. يعني نظرا لحضرتك بتقوليه عن حالته الصعبه اللي معتمده على نوف انكيوبيتر، فهيطلع ازاي من الانكيوبيتر، فعايزين نرتب لحضرتك ان هو يتنقل بشكل امن. طيب شو وفاء من فضلك ابعتي لي الورق بكره، بوعدك ان انا انا على طول هبعت الورق للدكاتره نشوف ازاي هو النقل هو اللي مشكله دلوقتي، بس ان شاء الله نلاقي طريقه ممكن ان يتعمل بامان زي ما الدكتور ممكن انها تتعمل طيب معانا مين؟ مايكل ولا مين؟ مايكل اتفضل يا مايكل. الو مساء الخير. مساء النور يا مايكل اتفضل. انا بمس عليكم وعلى الاستاذ الدكتور مجدي يعقوب. سي اتفضل. انا عندي ابني 28 يوم عنده مشكله في القلب الشريان الرئيسي في الاتجاه اليمين، وعنده ثقب برضه في القلب، وعملت له فحوصات كتيره ودايق عليه بالمستشفيات مش عارف اعمل ايه. 28 يوم برضو الأطفال في الانكيوبيتر زي اللي بس صور. يمكن أولاد مش فيكم هو في حضانة ولا لا يا مايكل؟ حضرتك في البيت ما فيش حد راضي يقبله والدكاترة هنا طيب أعتقد أنك لازم تبعت ورقك ورق بسرعة. أستاذ مايكل لو حضرتك تقدر تبعت ورقك على البرنامج برضو الصبح ومعاه طريقة الاتصال بحضرتك، ابعت لنا الورق يا مايكل لو سمحت وإحنا هنبعته على طول. طيب سعاد من الغربية، هل ممكن نضع العنوان في الزمالك كمان؟ عنوانكم في الزمالك طبعاً. العنوان ايه؟ سبعة عزيز أباظة الزمالك. سبعة عزيز أباظة الزمالك ده كمان عنوان عنوان المركز المكتب. عنوان المكتب في القاهرة سبعة عزيز أباظة في الزمالك. يبقى وفاء ومايكل أرجو أنكم تبعتوا الورق على سبعة عزيز أباظة في لو ممكن يكتبوا عليه برضو الزمالك ويقولوا اسم البرنامج، بس يكتبوا عليه اسم البرنامج للتأكد من الحالة هنا العاصمه. سعاد من الغربيه اتفضلي يا سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اسمي ياسين علي. ايوه انا بقالي سنه بالظبط بحاول اوصل للدكتور مجدي ومش عارف، اتصلت بالمركز اكتر من مره وبرده ما عرفتش اوصل لحضرتك. ياسين ابني وهو عنده 40 يوم اكتشفنا ان عنده رباعي ثلث وعنده ضمور في الشريان الرئوي. لما عملت له الاشعه على الزنيليوم تعديل الطبقات اكتشفنا ان عنده الشريان الرئوي اصلا ناقص موجود. طيب ابعت لنا الاشعاعات ابعتي الاشعاعات والورق الفحوصات طبعا بتاعت ابن حضرتك وعلى سبعه عزيز اباظه الزمالك، وارجو انك تكتبي بس على الظرف برنامج هنا العاصمه لو سمحتي. عز من الشرقيه اتفضل يا عز. ايوه يا عز اتفضل. لو سمحت يا دكتور، عندي بنتي عندها 18 سنه عندها عرق في القلب الودين مكان البطين، وبينهم ثقب ما بيضخش دم ولا حاجه، بس في عملت اشاعه عند الدكتور وائل عبد العال قال لي في ضعف في الرئه مع ضعف في القلب شديد ما ينفعش يتعمل بتاع حضرتك، يعني ممكن يتعمل ولا ايه الضعف اللي في الضعف اللي في الرئتين ده؟ طيب رجعوها مع وائل، ابعت لنا الورق برضه، ابعت لنا الورق بيشتغل معاه. بص هو ما بينفعش طبعا يا جماعه عشان بس نبقى واضحين، حضرتك الاذين مكان الاذين مكان البطين. طب لا بص يا عز ما بينفعش، انت عايز اعذرنا حضرتك لو احنا مش قادرين نستوعب ايه بالظبط، لان العيوب ممكن تكون مركبه وصعب تخيلها بالوصف. اما عند حضرتك عامل اشاعه عند الدكتور وائل عبد العال. ماشي عندنا حل من اثنين، يا اما حضرتك تبعت الورق للبرنامج هنا او على العنوان اللي مدام انيسه قالته، او حضرتك تقول لنا هي الاسم بالكامل وعملت امتى عند دكتور وائل واحنا هنعرف نوصل ليها. وهي عملت عمليه قبل كده الدكتور مجدي دكتور مدحت الجمال. لا انت قلت دكتور وائل. اسم ايه؟ اسم ايه بنت حضرتك؟ دكتور وائل عبد العال بتاع اسمها ايه البنت؟ احنا عارفين دكتور وائل هو المدير الطبي عندنا. اسمها ايه؟ ازهار عز حسين. ازهار عز حسين. وعملت امتى يا فندم الموجات الصوتيه؟
عملت عمليه من من 30 عمليات مع الدكتور وائل امتى؟ ماشي. طب بص ابعت لنا الورق، مش هينفع، كان لازم يبعت لنا الورق عشان يا الورق يا على البرنامج يا اما على سبع عزيز اباظه، وارجو ان يكون رقم التليفون دايما موجود. اماني من كفر الشيخ، اتفضلي يا اماني. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام يا فندم. هو انا طفلي موجود بعيد شخص ان هو اساس في شرايين القلب، لكن انا عملت له اول ما اتولد عمليه يعني اللي هي ثقب في القلب عشان يقدر القلب يعيش كده. ترانسبوزيشن. تي جي ايه؟ عمره قد ايه؟ عمره قد ايه يا اماني؟ هو دلوقتي عنده سنه وثلاث شهور. انت اكسبتم ولا لا؟ بس لازم نشوفه بسرعه. طيب هتبعت لنا الورق يا اماني برضو على يا على البرنامج يا اما على سبعه عزيز اباظه، واكتبي اسم البرنامج على الظرف. انا بعتذر عن كل التليفونات، انا عارفه ان في اتصالات كتيره جدا بس يعني وقتنا صعب. وجماعه العنوان هو سبع عزيز اباظه الزمالك، اي حد عنده حالات ارجو انه يبعتها او يبعتها على المركز في اسوان. اتفضل يا دكتور. الرقم العيادات الخارجيه في اسوان 097-231-2947، ومكتب الزمالك طبعا هم سعداء ان هم يستقبلوا ده، انما هو مكتب في الاصل مكتب اداري، وبالتالي حجز العيادات الخارجية هيبقى أسهل عن طريق 097-231-2947. وقتنا تقريبا انتهى. دكتور مجدي، ايه أكتر حاجة بتقلقك وانت بتفكر في مصر وانت برا؟ بيقلقني الكآبة اللي حضرتك اتكلمت عليها دي، ان مصر تستحق أكتر من كده، وبيقلقني ان الناس بتفكر بطريقة شخصية وبيقولوا انهم بيحبوا مصر، وكلنا طبعا بنحب مصر، بس الطريقة الوحيدة ان احنا نقدر نخدم مصر هي الشغل والتفاني. فده اللي بيقلقني، ان الناس عمالة تتخانق مع بعض ومش مركزين ايه اللي هيقدم مصر. قيمة العلم، هل حاسس انه الدولة الجديدة او النظام الجديد مدرك لقيمة العلم، ولا هو مدرك بس مش قادر؟ يعني حاسس بايه؟ دي حاجة صعبة علي ان انا اقدر اجاوب عليها. انا متأكد ومؤمن ان العلم هو الطريق المظبوط، ولازم ان تيجي من الشعب كمان، مش بس نعتمد على الدولة ان تقول لنا كل حاجة نعمل ايه. ما الدولة بتقول انا ما عنديش فلوس. ما مش حكاية فلوس، هي حكاية تفكير. ان احنا لو تديني حرية اشتغل ليل ونهار وافكر، بس اديني القابلية وما تجيش تقولي لي اعمل ايه. اديني حرية، حرية تفكير. وان الشعب لازم يعتمد على نفسه، مش كل حاجة ان الحكومة هي اللي هتعملها. دي بطريقة مش كويسة، ودي بتقلقني ان الشعب بيقول ان احنا عايزين حريه، بس يستعملوا الحريه انهم يرفعوا قضايا على بعضهم. دي هتعمل ايه القضايا دي؟ انما لازم يقولوا طب الحكومه هي اللي لازم تدينا كل حاجه. الحكومه هتديكوا ايه؟ لازم انتوا تساعدوا الحكومه انها تطلبوا ايه اللي انتوا عايزينه بالظبط. واللي عايزينه ما هوش حاجه غاليه جدا، هو التعليم وحريه الراي وحريه التفكير. دي حاجة بسيطة إن شاء الله. أنا بشكركم شكرا جزيلا. دكتور مجدي بشكرك، أستاذة أنيسة بشكرك شكرا جزيلا، دكاترة دكتور عفيفي ودكتور جندي. بعتذر عن كل اتصالات الهاتفية يا جماعة، وقتنا انتهى، لكن القيمة من الجلوس مع الأساتذة والدكاترة، وقيمة زي الدكتور مجدي يعقوب، إنك مش بس تتفائل، إنك تفكر إنه لازم نشتغل قد اللي بنشتغله 20,000 مرة علشان بكرة يبقى أفضل. إن لو استنينا الأمور من قرارات فوقية فمش هنوصل لأي حاجة. علينا أن تكون القرارات لازم تكون من قاعدة، قاعدة قبل فوق. ممكن فوق بقى ربنا يسهل يعني إيه ويوصل لهم الحلم اللي إحنا بنحلم فيه، لكن لازم يكون ده حلمنا إحنا. إذا كنا إحنا قادرين أن إحنا على الحلم والفكر والإبداع، ده اللي هيخلينا شعب أحسن. لو استنينا أن الحلم يجيلنا من فوق ويطبق لينا من فوق، عمرنا ما هنكون أحسن. بشكركم شكرا جزيلا، وما تنسوش مركز مجدي يعقوب، مركز أسوان، هذه تبرعات منا إلينا علشان أوجاع قلب المصري. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور مجدي. نتقابل بكرة، وبكرة عندنا حلقة برضو فيها فرح،
هنسمع غنى غادة رجب، وأوعدكم إن أنا أعمل لكم حلقات فيها فرح كتير. أشكركم، وهذه لميس الحديدي، تحييكم، تصبحوا على خير.